مش عن طريق الاحتلال. بعدين يجي واحد يكلمك يقول لك ترى أنا بروح أصلي في الأقصى، يا أخي استحي على وجهك يا أخي، أنت أول شيء تروش كويس حلو واغتسل مما أنت فيه من رجس ودنس، وصلي عند أمك في البيت أول شيء، مش حتى في مسجدكم، صلي صلاتك في المسجد اللي عندك، بعدين روح صلي في الأقصى. اللي يشوفه يقول بايت عند عتبة المسجد حقهم الآن، يقول لك سأذهب وأصلي في الأقصى، وفي النهاية يروح زي الدرج اللي راح اللي اسمه محمد سعود، راح عشان يطبع، راح وهو أداة تستخدم، وفي النهاية طلعت مسخرته واحدة إسرائيلية اسمها نعمة، والله المقطع موجود، يعني أنا ما أعرف إذا كان إذا نقدر نرسله لأستاذنا المخرج ويرفع المقطع، شيء محزن، شيء مخجل، أنا ضروري أشوف المقطع هذا. خرج الرجال في وقتنا الأوقات، لطالما تكلمنا كنا نقول يا جماعة الخير اللي يسويه الشخص هذا، اللي يسويه الإنسان هذا ترى مخجل ومخزي وعيب ويسيء لنا ومش يسيء نفسه، والدولة تركته رغم أنه نظاما الكل يعرف، الكل يفهم أنه يا حبايبنا الكرام الروح على إسرائيل ممنوعة، الذهاب إلى إسرائيل يعرضك لعقوبات، لا حياة لمن تنادي. فأنا أسأل الدولة هنا لما نيجي نتنياهو يتكلم عن مواطن، تخيل يا جماعة الخير بالله ما نتنياهو يتكلم عن مواطن سعودي ويثني عليه، تخيل كذا بالله، يعني تخيل الآن يطلع أمير دولة قطر ويقول والله هذا الشاب اللي اسمه عبدالعزيز الحضيف ولد فلتة، والله مو يشيلون الحضيف بس، البكرية كلها يشيلونها من الأرض، يجتثونها اجتثاثا. لا نتنياهو طالع يقول هذا الولد فلتة، وهذا الولد أكبر، يقول أكبر فرع لحزب الليكود خارج إسرائيل في المملكة العربية السعودية، والناس تصفق والناس تطبل والوضع حبي والوضع فري، يعني بطريقة أشعر فيها بالحزن، تشعر فيها بالألم، وتقول يا أخي طيب كان ألم يكن يا ساعة كأمر آخر، ما كان ممكن الواحد يحفظ وجهه، ما ممكن كان الواحد يحفظ، يعني عيب اللي يصير، لا عادي هذا يخرج من بلادنا يمثل. لما تيجي تطالع أنت اليوم بإيش، بماذا أنا أجيب أهل فلسطين حينما يخرج هذا الشخص الذي يلتقي بعدوي ويثنى عليه من قبل كبار المجرمين الذين يقتلون أطفالنا ونساءنا ورجالنا وهدموا بيوتنا وألوف القتلى والجرحى والمصابين، وعادي ثم يشاء الله سبحانه وتعالى ويذل هذا الشخص من قبل الجهات التي لهث وراءها وركض خلفها تنفيذا لأجندة، حاجة مؤسفة، حاجة مؤلمة لما تجي أنت تطالع، تمر الأيام وتمر الوقت يتحول عندك المبدأ والقيمة، تتحول إلى شخص وضيع، لا تبالي بالألم، لا تبالي بمعاناة الآخرين، لا طالع لي واحد عندنا ماني عارف إيش اسمه هذا، مش والله ناسي اسمه، وإن إسرائيل هي دولة في تطبق الديمقراطية، ديمقراطية الآن جاي تقول لي ديمقراطية بعد ما انقلبتوا على مرسي في 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 مصر، الآن صايرين تحبون الديمقراطية، الآن ديمقراطية لما تخرج الحكومة الشرعية في ليبيا، ديمقراطية لما تروح وتحاول تضرب أفضل نموذج سياسي في الثورات العربية دولة تونس، ديمقراطية لما الشعب المغربي يخرج ويختار حكومة بغض النظر أن الحالة ليست مثالية في المغرب وتروح وتهاجم وتطعن وتحاول تفسد، هاي ديمقراطية؟ الآن صرت أنت تفهم في الديمقراطية؟ الآن صرت حريص على تطبيقها؟ ما أنت جالس تبرر القتل والدماء والدمار والتقطيع والتشريح والسجن والاعتقالات اللي عندك في السعودية، الآن جالس تقول لي الديمقراطية؟ بأي وجه يطلع واحد يتكلم؟ بالله مخرج الدين أدينا مقطع على هذا إذا كان جاهز عندك، خليني أرفع ضغطكم شوي. يعني عمل ضجة كبيرة حول الشرق الأوسط والعالم العربي وإسرائيل، بس بدي أحكي لك شوي يا شام،
اللي صار من behind the scenes وراء الكواليس وراء الكواليس شكله في قصة رومانسية في الموضوع مع نعمة دايما في قصة رومانسية بيقولوا إنه بس نزل من الطيارة فتح تلفونه وشغل التطبيق التعارف تندر يعني أجا يشوف تطبيع إسرائيل وإسرائيل استغلوا الموضوع إنه بتشوفوا صور مع إسرائيل وكل شيء بس السبب الرئيسي كان بده يشوف البنات اليهوديات وهلا تجاوب نعم ولما فتح التندر اكتشف انه ولا واحدة من البنات اليهوديات عملت له لايك على التطبيق وبتعرفي الشاب بيقدر يحكي مع البنات بتطبيق التعارف بس لما بيعملوا له لايك ولا واحدة عملت له لايك فنزل على الأقصى عشان يصلي لربنا يعطيه شوية شانس مع البنات واللايكات عشان يعملوا له لايك بالتندر هون عشان يشوف بنات يهوديات وبتعرفي لما بتشوفي واحد زي السعود بالتندر تقدريش تشوفي وجهه كله مغطى وبتعرفيش إذا بدك تعملي له لايك ولا لا على التندر فراح على المسجد يصلي عشان ربنا يعطيه شوية شانس مع البنات يعملوا له لايك استجاب الله للدعاء لا أنا بدي أقول له يعني تاني مرة اسأل نعمة إذا هيك جاي عشان هيك جاي على إسرائيل ليش بتنزل على القدس وبتروح على مسجد الأقصى روح على تل أبيب جم شت البحر تشوف البنات بتل أبيب ولا إشي سياسي زي بالقدس بتل أبيب واقتراحي الأخير إذا ما زبطش الوضع معه مع بنات تل أبيب أكيد شباب تل أبيب راح يحبوا كتير شكرا لنوعم شوستر إلى هنا نصل إلى ختام حلقة أخرى حتين. يا وجه الله يا الحر يعني مكسوف بس مش قادر أنكسف لك الله أخذك الله يأخذك على وجهك البارد يا رجل يعني بعد كرامتك ومبادئك وأخلاقك ودينك وضميرك وحاولت تتذلل عند خصمك وعدوك وأهانك ولا أنت عارف تشبك لا وآخر شيء قالت لك شوف العيال الله الله العظيم المفتر اللي تبي تسوي لو في عندك دم لو في وجهك دم اقسم بالله تحتجب عن العالم حتى امك ابوك ما يشوفوك معليش اسمحوا لي يا جماعه الخير على الالفاظ انا ما ادري هي تقصد انت فوق ولا انت تحت في كل الحالتين مصيبه تتكلم عنك بهذه الطريقه امام الناس عادي هذه الأشكال اللي تيجي أنت هذه الأشكال اللي صدرها لكم محمد بن سلمان حتى تشبيك ما عارف يشبك لا ورايح الأقصى لابس بشت شفت هذا رايح الأقصى لابس بشت لك امشي من هناك ولك يا مش عارف ايش امشي ويرمونه بش واللي يرميه بشبشب واللي يرميه بكل لابس بشت الاخ مشخص على واللي يتفل على باله انه دحين اذا راح ترى هناك لابس بشت فالبنات الاسرائيليات حيشوفونه كذا يقولون اوه هذا 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 امير سعودي شكله كاش اول واحد يخش طب اول مطبع يخش انت داخل درجه سياحيه يخرب بيتك حتى الدوله ما قدرتك واحترم يعني ما ارسلوك بطياره خاصه عشان تسوي المهمة القذرة حقتك ولا أبغى أحطك في الشحن يا وضيع لا ورايح لابس مشت وشماغ عقال يبيعك الصورة يقول للناس يقول للفلسطيني ترى هذا الشعب السعودي لا مش هذا الشعب الفلسطيني مش هذا الشعب السعودي أبدا الحمد لله أنهم عارفين وفاهمين كويس أنا أمس واحد صديق فلسطيني يرسل لي مقطع من أحد المقاطع لي يمكن فيه يمكن ولا مليون مشاهدة ويتداول بفضل الله سبحانه وتعالى بكثرة في فلسطين ويعرفون جيدا أن هذا الشعب اليوم مكم هذه الأشكال التي تصدر إنما يصدرها هؤلاء المجرمين الفسقة يا حيف